أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاقتلوا أنفسكم، صدق الله العلي العظيم. تعيش في بلد آمن، بعيدا عن الإرهاب والتفجيرات، تسمع أن في البلد الفلاني حصل تفجير، تحصل في نفسك حالتان: فرض ورفض. حالة فرض، إحساس بمسؤولية. أحيانا الشخص يحس بمسؤولية عليه أو على غيره. عندما يحصل تفجير تجد في نفسك أن الحكومة الكذائية التي حصل فيها تفجير قصرت في حفظ الأمن. حفظ الأمن من أهم واجبات الحكومات في ذلك البلد، فعلى رئيس الحكومة أيا كان أن يقيل مثلا الوزراء، أن يحاسب المسؤولين، أي شيء آخر. إحساس بمسؤولية ولو على شخص آخر، فرض. الشيء الثاني الذي يحصل في النفس بمجرد سماع الخبر حالة رفض. الإنسان يكره ذاك الشخص الإرهابي الذي فجر، أو ذلك الحزب الذي يدعم الإرهابيين، أو تلك الحكومات التي تدعم الإرهابيين مثلا. حالة رفض، كراهة، ابتعاد نفسي عن ذلك الشخص أو تلك الجهات. هذا إذا كنت في بلد بعيد عن ذلك التفجير. أحيانا لا، التفجير يحصل في بلدك أيضا، تحصل لك حالة الفرض والرفض ولكن بشكل أعلى. الإحساس بالمسؤولية إما عليك أو على غيرك، الإحساس يكون بشكل أوضح. رفض هذا الفرض، رفض الإرهاب يكون في نفسك بشكل أعلى. كراهتك للإرهاب
الذي فجر في بلدك، حتما تكون كراهة شديدة جدا، غير الكراهة التي تحصل لك عندما تسمع بوجود تفجير في بلد آخر بعيد عنك. أما إذا حصل تفجير عندك، ولا زال صوت دوي الانفجار موجود في سمعك، وقبل دقائق صديقك الذي كان بجنبك قبل دقائق تقطع بسبب التفجير، حالة الفرض والرفض كم تكون شديدة في نفسك؟ حالة التقصير إما من قبلك إذا كنت مسؤولا في القضية، أو حالة الواجب الذي قصر فيه فلان، أو الجهة الفلانية، أو الحكومة الفلانية، أو أي شخص، كم الفرض يكون في نفسك كبيرا وعميقا، والرفض كم يكون شديدا، رفضك لهذا التفجير، لهذا الإرهابي، لتلك الجهة الإرهابية، كم يكون رفضا واضحا بكل وجودك؟ لأن قبل دقائق رأيت صديقك غرق في الدماء بسبب هذا العمل الإرهابي. في كل الحالات الثلاث يوجد فرض ورفض في نفسك، ولكن الحالة الأولى تقاس بالحالة الثالثة. الحالة الأولى شيء بسيط سطحي غير عميق، يوجد شيء من الفرض في النفس والرفض في النفس، شيء عادي لعلك تنساه بعد دقيقة، بعد ثواني أصلا. ولكن في الحالة الثالثة كم تبقى آثار هذا الفرض والرفض، هذا الإحساس في نفسك؟ لعل الآثار تبقى لسنة أو لسنوات. الإرهاب مثال، حديثنا ليس عن الإرهاب وليس عن التفجير، هذه درجات الفرض والرفض المعلولين لدرجات المعرفة. إدراكك للشيء يجعل إدراكك لتوابعه أعلى، بدرجة إدراكك للشيء تدرك التوابع. في مثالنا إدراكك، هذه المعرفة، هذه درجات المعرفة، إدراكك لقبح هذه الجريمة يختلف من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية إلى الحالة الثالثة، إدراكك يختلف، معرفتك تختلف. في الحالة الأولى المعرفة سطحية، الإدراك شيء بسيط غير معمق في النفس. في الحالة الثالثة الإدراك واضح، رأيت أمام عينك، لمست الجريمة، ما سمعت الجريمة فقط. أدركت الجريمة بكل مشاعرك، سمعت، رأيت، أحسست بالخوف، بالصوت، بالدماء. درجات المعرفة تؤثر في درجات الفرض والرفض. بعض المؤمنين ولعله لا يكون عددهم قليلا، لعلي أقول إجمالا حالة طبيعية خاطئة، حالة خاطئة ولكن لعله إلى حد ما طبيعية، بعض المؤمنين يتصور
ولعلي أنا أيضا منهم، لا أقول الآخرون فقط هكذا. البعض يتصور أنه بلغ درجة عالية من المعرفة، أعرف توحيد الله عز وجل، أعرف صفات الله عز وجل، أعرف وأعتقد نبوة الأنبياء، أعتقد بنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقد بعظمة أهل البيت، أعتقد بمقامات أهل البيت، أعتقد بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة في كل الفيض، أعتقد وأعتقد. هذه العقائد معناها أنني أعتقد بوجوب طاعتهم، أعتقد بوجوب موالاتهم، هذا فرض. أعتقد بالرفض أيضا، أرفض كل أعداء الله، كل أعداء أهل البيت رفضا قاطعا، أعتبرهم كلهم من أسوأ الكفار، من أسوأ المشركين. فإذن أنا في درجة عالية من الإيمان لأنني أعرف هذه الأمور. اصبر، لا تستعجل. قد تكون في درجة عالية، ولكن اعرف الفرق بين المعلومة والمعرفة. عندك معلومات أم عندك معرفة؟ فرق. أنت تعلم أن الله عز وجل واحد، تعلم بصفات الله، تعلم بنبوة خاتم الأنبياء، تعلم بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندك علم أو عندك معرفة؟ المعرفة هي الحالة الثالثة، العلم هو الحالة، الأولى. عندك علم، عندك علم بحصول تفجير في مكان، وعندك إحساس بالفرض، وعندك إحساس بالرفض، إحساس بسيط، عندك علم، سميه ما شئت. ليس كلامي عن التسميات، كلامي عن الفرق الواضح بين الحالة الأولى والحالة الثالثة. أنت العقائد التي تعتقد بها، تعتقد بها من الحالة الأولى أو الحالة الثالثة، تلمس الفرض الموجود الذي تحس به، فرض طاعتهم، فرض محبتهم، هذا الفرض فرض مجرد معلومة، يوجد شيء الله عز وجل أوجبه، عندي علم خلاص، أو يوجد تفاعل، إحساس كياني كله معهم، أي منهما؟ المعرفة هي الثالثة ليست الأولى. المعرفة هي التي قال عنها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة: أشهد بحقائق أو بحقيقة الإيمان، إلى أن يقول صلوات الله عليه: ما الذي يشهد مني؟ يقول: ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وجوانحي. هذا إيمان، هذه معرفة. عندما يتفاعل كل وجودك مع الإيمان، هذا إيمان حقيقي. عندما يتفاعل كل وجودك، عظامك، عروقك، جميع جوارحك وجوانحك يتفاعل مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عند ذلك قل: أنا عندي معرفة بأهل البيت. تريد أن تعرف درجة معرفتك بأهل البيت، وهذه الدرجة
هي قيمة الإنسان المؤمن. اعرف الفرض والرفض لأنهما معلولان عن المعرفة. الانتقال من المعلول إلى العلة، من المسبب إلى السبب. فرضك، إحساسك بالفرض تجاه أهل البيت كم هو؟ كم تطيع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ بعبارة أخرى نجعلها نفس في خانة المعرفة نفسها، أنت كم تدرك قيمة كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمام الدنيا؟ بعض الناس كلمة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندهم أفضل من كل ملذات الدنيا. أنا هكذا؟ عندما يقول إمامي كلاما، عندما يكره إمامي شيئا، أنا أكره ذلك الشيء؟ لماذا بعضنا يذنب؟ يحب أهل البيت، نعم يحب، ولكن درجة الحب مشكلة فيها. الدرجة درجة ليست عالية، موجودة الدرجة، موجودة درجة الحب، ولكن أي في أي مرتبة هذه الدرجة؟ الحب في مرتبة عادية. يحب أهل البيت، نعم، ولكن أيضا يميل عمليا إلى بعض الأشياء التي كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكرهونها. في الأحاديث المتواترة هذا المعنى ورد، هذا النص موجود في صحيحة محمد بن مسلم، بس المعنى موجود في أحاديث متواترة. فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. يعني ماذا ما شيعتنا إلا من أطاع الله؟ هذه المعرفة. الذي عنده درجة عالية من المعرفة الشيعي، شيعي حقيقي، التشيع درجات طبعا، الشيعي الحقيقي أصلا لا يرى قيمة أمام كلمات أهل البيت. أهل البيت نهوا عن فلان شيء، خلاص أصلا لا يرى له قيمة، يكرهه. عندما إمامي يكره شيئا مني، أنا إن كنت محبا بدرجة عالية من الحب، إن كانت لي معرفة بدرجة عالية، هذه المعرفة ليست مجرد المعلومات، عندي علم بمقامات أهل البيت، هذا علم، شيء حسن، إن شاء الله يرفعك هذا العلم، هذه المعلومات إن شاء الله ترفعك، ولكن هذه معلومات، هذه ليست ذلك الشيء الذي ذكره الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في دعائه. المطلوب ذاك، المطلوب الإحساس بالفرض، الفرض تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الرفض، الرفض فقط لأعداء أهل البيت، هذا أوضح درجات الرفض. الرفض لما كان أهل البيت يكرهونه أي شيء كان، هذا رفض، درجة من درجات الرفض المطلوبة هذه. لا أنكر أن وجود أصل الحب، أصل الولاية، هذا هذه درجة من درجات التشيع، درجة من درجات الولاية، هذا شيء لا ينكر، الروايات متواترة أيضا في هذا المعنى، ولكن المطلوب معرفة، حب، تشيع. فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر مسببا عن السبب، عندما تكون المعرفة عالية هذه الإطاعة تحصل بصورة طبيعية، الإطاعة معلولة لهذه المعرفة. الذي يحب أهل البيت ويعصي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يخالف أوامرهم، هذا عنده معرفة ولكن سطحية جيدة، إن شاء الله تدخله الجنة، إن شاء الله تشمل شفاعة أهل البيت هذا الشخص، إن شاء الله، ولكن هذا المطلوب. أنت تتمكن أن تقول أنا شيعي حقيقي؟ اصبر. لا، نحن ولله الحمد إيماننا، اصبر، جرب نفسك، انظر المسبب موجود،
عند ذلك قل أنا إيماني بدرجة عالية. هذا مسبب على الإيمان بدرجة عالية. ذكرنا مثال التفجير حتى ندرك القضية. القضية لمس حب أهل البيت، لمس ولاية أهل البيت، أم مجرد معلومات؟ في يوم ميلاد مولانا وإمامنا وسيدنا سيد الساجدين زين العابدين الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، في أيام مواليد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأولادهم صلوات الله عليهم جميعا، الإنسان يجرب نفسه، يجعل نفسه في خانة اختبار امتحان. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا أحاسب نفسي أنا في أي درجة؟ لا يحسن الإنسان الظن بنفسه، هذا يرديه في الدنيا يرديه وفي الآخرة. حسن الظن بالنفس، لا أنا وضعي زين، لا تقول هذه الكلمة. دائما اختبر نفسك، انظر بالفعل أنت في أي درجة من درجات المعرفة. المعرفة هي قيمة، القيمة الوحيدة للإنسان هي المعرفة، ولكن في أي درجة أنت من درجات المعرفة؟ أختم كلامي بحديث شريف، مقطع من حديث شريف. في شهر شعبان الإنسان ينظف نفسه من المعاصي حتى يدخل إلى شهر رمضان بقلوب طاهرة، بنيات صادقة. هذا القلب الطاهر من أين يحصل؟ توسلنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه الكلمة لها مفهوم في نفوس المؤمنين. عندي حاجة، عندي مشكلة، عندي مريض، عندي سجين، عندي ابتلاء مع جهة ظالمة، عندي ابتلاء مع شيء تكويني. حسن، توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سادة خلق الله، كل شيء مرتبط بهم. ولكن التوسل له جانب آخر، قد يكون، أقول قد يكون بعض المؤمنين غافلين عن هذا الجانب من التوسل. أمة موسى، قبل أن أقرأ الرواية الشريفة، أمة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام 600,000 كانوا عبدوا العجل في القضية المشهورة. من 600,000 12,000 ما عبدوا العجل. الله عز وجل غضب عليهم، أمر موسى أن يبلغهم أنكم أخطأتم هذا الخطأ الفادح. عشتم أيام فرعون، أدركتم أيام فرعون، تعبدون العجل. الله عز وجل أمر، قال فاقتلوا أنفسكم الذين لم يعبدوا العجل ليقتلوا الذين عبدوا العجل. 12,000 الذين ما عبدوا العجل، اقتلوا، اقتلوا أولئك. رواية مفصلة في تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ ماذا قال أولئك 12,000؟ مقطع من الحديث الشريف، أنا أقرأ مقطع حديث مفصل. إلى أن يبلغ الإمام عليه الصلاة والسلام ببيان حال أولئك الذين فرض عليهم أن يقتلوا، يعني الذين عبدوا العجل. صار اقتلوهم، المفروض الأمر أنه اقتلوهم كلهم. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في مقطع من هذا الحديث الشريف: فلما استمر القتل فيهم وهم 600,000 إلا 12,000 الذين لم يعبدوا العجل، 12,000 الذين ما عبدوا العجل، الباقي من 600,000 كلهم عبدوا العجل، استمر القتل فيهم. فلما استمر القتل فيهم إلى أن يقول وفق الله بعضهم
بعض هؤلاء الذين كان المفروض يقتلون، الذين عبدوا العجل، وفق الله بعضهم فقال لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم. القتل بعد ما كان واصل إلى هؤلاء البعض، بعضهم قال لبعض. ماذا قالوا؟ قال هذا البعض للبعض: أوليس الله قد جعل التوسل بمحمد وآله الطيبين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد أمرا لا يخيب، لعل الكلمة هكذا يعني لا يخيب الله، لا يخيب معه، مع هذا التوسل لا يخيب معه طلبة ولا يرد به مسألة. وهكذا توسلت الأنبياء والرسل، فما لنا لا نتوسل بهم؟ هؤلاء الذين كان المفروض يقتلون، هكذا قال بعضهم لبعض. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: فاجتمعوا أولئك وضجوا: يا ربنا بجاه محمد الأكرم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبجاه علي الأفضل الأعظم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبجاه فاطمة ذات الفضل والعصمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبجاه الحسن والحسين سبطي سيد النبيين وسيدي شباب أهل الجنة أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبجاه الذرية الطيبين الطاهرين من آل طه وياسين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما غفرت ذنوبنا وغفرت لنا هفواتنا وأزلت هذا القتل عنا، فذلك حين نودي موسى عليه السلام من السماء، الله استجاب بهذه الأسماء الطيبة، أن كف القتل، فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علي قسما لو أقسم به هؤلاء. شاهدي هنا، شاهدي هنا، نتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في حوائجنا، عظيم، مأمور الإنسان المؤمن أن يتوسل بأهل البيت في حوائجه، ولكن هذا الجانب من التوسل أيضا. فقد سألني بعضهم مسألة، الله عز وجل أوحى إلى موسى: فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علي قسما لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل وسألوا العصمة لعصمتهم حتى لا يعبدوه، كنت أجنبهم السقوط في هذه الهاوية، في هذه الفتنة، في هذه المصيبة الدينية. التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لحصول العصمة، أن أعصم، أن لا يتلوث الإنسان، إذا تلوث يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، حسن ضروري، ولكن قبل أن يسقط الإنسان يسأل الإنسان من الله عز وجل بجاه رسول الله وأهل البيت، يتوسل بأسمائهم الطاهرة أن يعصم. ولو، هذا بقية كلام الله عز، كلام الله عز وجل لموسى: ولو أقسم علي بها، بهذه الأسماء، ولو أقسم علي بها إبليس لهديته، ولو أقسم علي بها نمرود أو فرعون لنجيته أو لنجيتهم، في بعض النسخ. فرفع عنهم القتل، عن هذه الفئة، فجعلوا يقولون:
يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى كان الله يقينا شر الفتنة ويعصمنا بأفضل العصمة. اللهم عصمنا خير العصم. اللهم لا تجعل الشيطان شريكنا. اللهم اقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. زدنا بهم معرفة، زدنا لهم طاعة، زدنا إليهم حبا، زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم، وزد في قلوبنا بغض ورفض أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.